الريم أحمد طالبة بحرينية في عمر 9 سنوات تبدع في كتابة وتأليف القصص القصيرة باللغتين الإنجليزية والعربية. نعم، فرغم صغر سنها إلا أن الطالبة الريم تتبع معايير كتابة القصة القصيرة بكل حرفية وإبداع. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. رغم صغر سنها إلا أن الطالبة الريم أحمد تبدع في تأليف القصص بأسلوب احترافي متبعة معايير كتابة القصة، مما أبهر معلمتها في المدرسة التي قامت بتشجيعها وإطلاق عليها لقب شكسبير تيمنا بالكاتب والمؤلف الشهير. أحب أن أكتب قصص، يعني وأنا أتخيل القصص أول عقب أكتبهم، يعني شيء وايد حلو إنك تكتبين القصص. اكتشفت لما بدي إن أنا كنت أقرأ قصص، وقلت حق نفسي ليش ما أنا أكتب قصة؟ في البداية يعني هي من يوم صغيرة كلها تألف قصص، تغلف أغاني. في البداية كانت تألف أغاني، تيني تكتب أغاني، تقول ماما شوفوا هاي الأغنية، أو تي تغنيني أغاني من تأليفها. جاتني يوم قالت لي ماما شوفي دي القصة، يعني أنا بعد انصدمت إن هي تكتب قصص. أنا مو ذاك الزود في الإنجليزي، أختها كنت حق أختها يعني تعالي تشوف هاي قصصها، قامت أختها تعدل لها السبيلينج، بس القصص كانت يعني حق مستواها هي صغيرة وايد كانوا حلوين. عرفنا هاي القصص، قلت لها شرايك نرويهم معلمات إنجليزي. معلمات إنجليزي انبهرت وقالت يعني وايد حلوين القصص حتى ما يحتاج لهم تعديل، وطلقت عليها اسم شكسبير. تحرص ريم في تأليف قصصها على أن تتضمن الحكم والعبر والصور الإنسانية كالابتعاد عن الغرور وطاعة الوالدين وأهمية مساعدة الآخرين. أحب في قصصي يكون في حكم، وواحدة من الحكم هما على The Cookie Turtle إنه ما يصير تصيرين مغرورة تساعدين الناس. شفت إن أختي تتخيل القصص، يعني تتخيل في مخها عقب أن تكتب خيالها، يعني تكتب عقب تيني أنا أشيك لها، بس ما شاء الله يعني ما يبي لها شيء كويس زين. إلى جانب شغفها في كتابة القصص، تمتلك الريم موهبة الرسم، إذ تدعم قصصها برسم الشخصيات والصور التي توضح أحداث وتسلسل القصة. وأنا أرسم الشخصيات لأن الشخص لما يقرأ القصة ترتكز في مخ الشخصيات. الريم أحمد التي تطمح في المستقبل إلى طبع قصصها ونشرها في كتب هي واحدة من ضمن باقة من المواهب البحرينية الطموحة التي تساهم في موهبتها برفع اسم مملكة البحرين في المحافل الفنية والأدبية.